السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني الناس اللي راهم يقول لك بلي لا مصري تقدمت هكا روح تربح، روح شوف الاعلام تاعهم شنو يهضر. شوف قال لك حنا ننظموها، قال لك حنا مع الجزائر، يعني ما تقبلناش، حنا ما تقبلناش. وهضرها مسؤول تاع رئيس المسؤول تاع الاتحاد المصري لكرة القدم، قال لك احنا اللي تغبنا يعني الملف المشترك تنزانيا اوغندا وكينيا، قال لك هذوك اللي غبنونا. قال لك مع الجزائر احنا ما تغبناش، وين توصل يقول لك مع الجزائر احنا علاش؟ ماشي يشوفوا في السياسة، يشوفوا في الدبلوماسية الرياضية، ما عندناش، يعرفوا شا كاين، يعرفوا مصارمه، راهم عارفين، يعني عارفين كلش، عارفين باللي ما عندناش. صح، انا نجي معاهم بكلامهم، ما عندناش. واللي يقول لك عندنا ورانا قويين راه يكذب، راه انسان كذاب، انسان كذاب. كيما كانوا يكذبوا عليكم في المواقع، في المواقع حنا فور، بصح في الواقع، في الواقع كي تروح تشوف الواقع، احنا يقول لك احنا يقول لك افريقيا تحت السيطره، يا ودي تحت السيطره كي السينيغال شنو يقولوا من 2022 عشان داين ذهب سينيغال سيقولوا الألقاب، الفريق الأول المحلي الإيفا تاع الكرة الشاطئية تاع الإي دي سات راهم جايين في خمسة، وراكم نتوما الناس شتهضروا نتوما. الإيفا تروا تاعهم راهم كاليفي باش يلعب الأولمبياد، راهم كاليفي باش يلعب في المغرب، مالكم أودي؟ هاولو ماكم حاسبين غير هاكا بالهضره في المواقع، ونحن مسيطرين، رانا مسيطرين في المواقع، لكن الواقع حاجه كاع وحده اخرى، الواقع والله العظيم لا حيه وحده اخرى كاع. نتوما هادي اللي ماكمش تبغوها، بنادم كيقول لك يا ودي راك كي والو ما تبغيهاش، بنادم كي يجي يقول لك راك كي والو تقبلها، تقبلها وزير روحك، تقبلها وزير روحك. انتوما راكم كي والو، عارفين اياو تسيبهم تعجبهم الشعبويه، رانا ملاح، رانا ملاح يا ودي، ماراكش مليح، ماراكش مليح كاع، ماراكش مليح. انا نقولها لك راك مريض، راك قلبك مرض خبيث، جري على روحك، راك قلبك مرض خبيث، جري على روحك خويا. اسمع اسمع غونسيا غارديا احمد شوبير، اسمع شو اسمع. طيب يعني النهارده كام يا جماعه؟ 27 ابريل، لو الكاف قال البطوله 1 مايو مصر جاهزه، وجاهزه بمعنى جاهزه يعني، عشان كده مصر تقدمت بملف رسمي لاستضافه امم افريقيا في 2027، وعندها ثلاث ملفات كمان. الكاف قال ان انا تلقيت اربع ملفات لاستضافه كاس امم افريقيا 2027. حسب البيان اللي اعلنه الكاف ان مصر قدمت بملف رسمي عشان تستضيف البطوله المقرر لها 2027. مين اللي بيتنافس مع مصر؟ عندك الجزائر الشقيق، وعندك بوتسوانا، وفي ملف مشترك بين كينيا واوغندا وتنزانيا. اخر ميعاد للتقديم امتى؟ هو 23 مايو، ده الموعد النهائي لارسال ملفات الدول اللي عايزه تستضيف هذه البطوله، وكمان لازم بيوقعوا الوثائق اللازمه اللي هو التعهدات الحكوميه، اختيار الملاعب المستضيفه للبطوله. الكاف قال من يوم 1 يونيو ل 23 يوليو، من 1 يونيو ل 23 يوليو اللي جايين ده الموعد عشان الزيارات التفتيشيه للدول الراغبه لاستضافه البطوله. البطوله اللي جايه ان شاء الله هتكون 2024 في كوت ديفوار، دي كانت بطوله 2023 كانت في يونيو لكنها تاجلت الى يناير عشان احوال الطقس في كوت ديفوار. مصر تنظم زي ما قلت لك بكره الصبح، ما عندها أدنى مشكلة في هذا الأمر، وكل الأمنيات يا رب بالتوفيق لمصر في كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. أيوا خويا، باش يكون على بالكم، ناس دخلت ترشحت، ماشي ترشحوا كما تاوعنا يترشحوا من أجل الشعبوية وباش يلهوك على حاجة واحدة أخرى، يدير لك هذه كما ضربة تاع زاتشي ميراح، ميراح ترشح باش يدخل يعني في العضوية تاع الفيفا، غيبة هاكا صحيح، حط ميلف هاكا يجري وطيح وطيح ونوضو صحيح، على مكان، على مكان، مكانش حاجة وحدة أخرى، مكانش عمل استراتيجي نقاط باينة هاكا غادي تمشي معاه، غادي تروح معاه، مكانش كاع،
كاين غير هكا صحيح ترشحنا هكا وين 2025 اي 2025 ديتو 2025 اي خرجوا 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 القنوات خرجوا خرجوا اي الفيسبوك اي كمصر 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 كمصر. وفي الحقيقه شتايله الحقيقه على بالك الحقيقه شتايله ما كان حتى حاجه في الحقيقه ما تصيب والو خويا ما تصيب والو تصيب بالكذب بالكذب يعني ما يعني مكان والو الحيه اللي راني عارفها انايا يوم كان والو الناس تكذب عليكم برك ناس داخل عليها كذب وصايك المهم المهم يفوتوا لكم هذا الشهر يكذبوا هذا الشهر بعد يكذبوا يكذبوا الشهر الجاي بعد كيما هاك ويا رايحه يعني دروك تجي 2023 تدير كيما هاكا مصدرت لنا مؤامره مصدرت لنا يا ودي خطيكم من الغاشيه نتوما راكم من نوفوب وانتوما مور هذه هي نهضر لكم كيما هكا قضيه لازم لنا يكونوا ناس مواليها يكونوا عندك مواليها ماشي هضره هضره ما غادي نديروا والو هضره تاع داروا لنا مؤامره ها ها القجع ها المغرب ها دب هذاك دبوزي ولا ما كسبوه ها ها من ها ما عندنا وديروا تربح غادي كان نهار اللي فريد معطاوي قال لهم لازم نديروا كسموه نديروا لوبي مع المصريين يا ودي المصريين ما غاديش يمشيو معاك ها المصريين ما يمشوش معاك ما يمشوش معاك ما يمشوش معاك خاطر ما راكش قوه انا نقولها لك هذه باش يكون على بالك ما راكش قوه خويا داخل انت داخل في حيط تجي تقول لي بلي النساء ما يمشوش معاك مي تشوف التصريحات تاعكم لي فاتو يودي الهولة هذه هي خويا لازم لك مواليها كي نقولوا لازم مواليها خاطش علاه مواليها ولازم الاعلام بانيك يتلقى اوامر ناس تتكلم مع الاعلام يعني بركاونا من الشعبويه هذه الشعبويه والمؤامره متى خرجت خرجت كي كملت 35 مباراه بدون انهزام هي خرجت هذه الشعبويه والله كما نقول لكم خرجت كي خسرنا كونت غينيا استوائيه كباصات كاينه مؤامره كناش نسمعوا مؤامره كان يقول لك ما كاش كولاسه كان يقول لك ما كاش مؤامره كان يقولوا كيما كي لقاتنا غينيا استوائيه بيرسيت هذيك اللي كانت منفوخه هذيك الشقاره كان هيا وين نقلبوا نقلبوا مؤامره يقول لك كولاسه كان يقول لك لا انا مدرب هو يدبر راسه على فاش كاين مؤامره 35 مباراة اللي خسرناها 35 مباراة اللي خسرناها ما سمعنا لا مؤامرة سمعنا غير تاكتيك عالمي افريقيا سوف نلتهم افريقيا والشعبويه وديك الهضره قلنا له صنع لنا فريق صنع لنا اربعه تاع فرق ونهار اللي جات الكاميرون دو داره تروه هذا ما سمعنا لليوم مازالوا يمشوا بالمؤامرة الناس مازالت لليوم تمشي بالمؤامرة تبان لهم بلي يودي المؤامرة وين ما تهدر مؤامرة كيما لازم تمشي معاهم مكاش مؤامرة ومكاش كولاسة ومكاش اللي راه لاهي معاكم والله مكان اللي راه لاهي معاكم انا نقولها لكم غير نتوما راكم لاهيين مع الناس نتوما راكم لاهيين مع لاهيين نقولها لكم لاهيين مع المغرب 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 راح المغرب راح 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 راه الله يجعل ما نتلاقاوش بهم في الدوزيام تور كوب دافريك الجايه ولا ما الله يجعل ما نتلاقاوش بهم حذاري تلاقى بهم حذاري انا نقولها لك نقولها لكم ونعاودها لكم ماشي سهله المغرب السنغال هادو نيجي والله العظيم ما ينفع معاهم والو حاجه ما تنفعش معاهم عندنا لاعبين عندنا بصح ما عندناش مدرب لاعبين كاينين منتخب يولي متهلهل بسبب هذا المدرب ما التالي كاع خويا بسبب المدرب كاش ستو ساكتين اقعدوا ساكتين ونهار اللي تصرا ما تخرجوش تبكو المهم ما تبكوش ما تبقاوش تبكو خاطر وليتو تدخلو نربحو ماتش خو يا ودي بالكم الحي حياة كسر الحي حياة باطل لعنه الشيطان كان والو
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد صحيتكم.